بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. درا مسي بجول بها إن شاء الله من جورها. لأنك المسي تعدفو جنت من وقول الحق من ربكم. تجول لتوافو سلنا ويلتنا وجزاكم الله خيرا. وم بسماء من مذاكرة ميد مبادتين الاستيتون ده. الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه. إن ناقشين أجن دي يوتون دي ولا إن ترجمين مناقشة مكو كنكو بندر نايف دليل لا جديد دي إتو خصم إن موقيتو تاوانا ناني بدليل كم جيلو توكو عندك دليل ترى سابو ما بحث من ودي هكا سابوين دليل. ويا الدليل الثالث قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سورة النساء آية شفنجيكم يا هذا آية قرآن جمرة بين ند التوابين واندكم بين ابن قوم ديني كجبنا إماكو ندتي بكدين قوم ديني aaji ben gondin en jikko jippina ko idi ma firte en gondin ko jippina en raab idi nobe be do noddi to de yuri do no en jiido an yata hakamu de be nyaawnu to ila taghut fi de taghut wa qad umiru ita bin jamira an yakfuru bihi yo bi pinno taghut yo bi cherti taghut yo bi jiddu taghut wa bi yuri de shaytan shaytan yiri to ko an yudillahum de majjinta dalalan majjir ba'idan wudunde من هو داعي. وفي فإن قيل سويام إن من تحاكم إلى الشيء إلى غير الشريعة فقد كفر. سبيو بي نياوني دوكو وانا شريع إسلام فوني كافر. لأن الله سبو ألا حكم عليه بالنفاق. يمر نياو مكو إنافي غير. يمر نياو يمبو نافي غير فرت. وفي فالجواب من وجهين جاب نقولكو جيش دي دوانت. الوجه الأول يسيدن صحيح وقوغ أن الآية من دائعو جاءت أري في شأن المنافقين كوينا في جيجو حال دات لكن معناه محتمل لأمران يكون معنى آية والإحتمال جديد فرتين واي وند قوت جديد هنجد الفن واي وند قوه أن إيمانهم صار مزعوما إيمان مأبين إيمان ند تاد إيمان ند تاد فرتين وعلا دون كون ند تاد ولا دون السلام أنهم صاروا منافقين لكونهم سبكم أرادوا الحكم بالطاغوت وهذا ما يتمسك بالمخالف وند واتنتي هات إيمان أو وند قوانق واتن بند تار كون يعون يادب هد طاغوت إن قد يسو جاكتي وند اتراب إيمان ونهيفو دين رابور مجرر نعبر كون شريع الله تنو هدو دي تو إيمان مقبيات وكو غاق ياد ونا قوانق taw hadim wonde gonko ko mi nyaawni ko taw wana dimgal tawno babba ko naadi yedum no watta kila fi o wi asari gada dimman gal ko anna min sifata ahli al-iman al-mazum ne je ya sifaji jomen iman noddita iman gaaja do boda annu kam bi yuriduna wande bi muyi de bi jidu at-tahakum nyaawni yadi li-taghut hadd-taghut ومشابهة المؤمنين للمنافقين في صفة من صفاتهم كالكذب ولا توجب الكفر فعلى هذا فإن من حكم بغير ما أنزل الله فقد شابه المنافقين في صفة من صفاتهم وهذا لا يوجب لهم الكفر إلا بدليل آخر جو قال الصفة صفة نافقية في ارتبار نافقية جدي نافقية جدي دو كوالي بنافقية كو وناقا جنعون ياد دي بنعون رتاكو بنقوني قال نافقية جدي جو ma be ngoni nafigeji din ha parim de puddi ya de be nyaawnu yo de nyaawnu go tay ko be ngoni nafigeji joni kay nyaawnu ya de to be nyaawnu yito sikala ko sifa e sifaji nafigeji mujarrad rendu di juldu e nafigeji sifa dum wada tambo kefero e je sabni la sarasani ma ayatul munafiqiga e salasa piano in jogi ma de mari nafi hodo e jam foto ni jogi ma de mari nafi kunande denke dum firtani jomun yalta din islam so wana ke ben hodo e dalil goddo dum do yonani dum yonani wa sabdum wana dum wana dum dalil
وين يلتين يوم دين الإسلام جو قاد السفة السفة نافقية أيوه. ويقول بدوية وإذا ورد الاحتمال سو احتمال ناتي يهود وني حالة سيرتكم بكم بيتم كون نسيج القرآن السنة وانا نسيت أصولي انكم سو احتمال ناتي تن كلمة فيرت سووني كلمة سووني تن اواي فيرت دم كون اواي فيرت دم كون اواي ان اواي سناتي اندم وانا يسوى تنجدت ان جيجي شادي ايه دوني جيجي شادي دوني استدلال ام دلي نرتاكي اونك يسبب سابين واي وان دم لغد يما ان واي وان دم دوني كي ايه كن جو غندا دو نولي بيما وإذا ورد الاحتمال احتمال ناتيا سو احتمال أريتا في أمر بين كونه مكفرا أو غير مكفر هون سفيا كاري ودي احتمال أو دو إن واي أو ودي كفر إن واي واسه فردينت هون دي لم يكفر به أو هي فردينت سابو هي فردينت سناك تجرى إن هي فردينت لأن التكفير سبب كفر دين قل لا يقوم على أمر محتمل هي فردين قل وعوان دي سوناء هون تجرى إن غدت كهون دي كيه فردين وار بلا شلا ينبني ما هتاكو إلا على اليقين سوانا تجرى فواجب ود ود ما الاحتياط جم جناته ود سياسي فيه مولو لا سيما سكفف وأنه نكايم تكفيره أنه نكايم لم يدل تندنا دليل دليل على أن الحكم عليهم عليهم وان دنيا ودي دوما ببنفاق نافقا إنما جاء بسبب تحاكم لغير تحاكمهم إلى الطاغوت سبب كيفان دليل كلهم إن ريب نافقية جالا سبب وان دبنيا ونوتوغا تايكو بنغوني نوني نافقية ولكن كيفان كان دليل بيد كوكو بنيا ونيكو أدنيب إن ريد دو نافقية يو متكلم في باما كو يد حال لكم على جاب أجابتا كون ما فهم كم كو يد حال لكم وفي الوجه الثاني يسدم أن إرادة هؤلاء ليست إرادة مطلقة وإرادة بيد وانا إرادة مطلقة بفان دار ما به مويد بودين دي دو وانا مويد اولت بل هي إرادة خاصة كدوم مويد هيرين دي هون دي هيرين فيرتي في فيها ما ينافي الكفر به إنا اندر هون كو إن ريوت هي فور ونرد دون كافر فير إنا اندر هون دي كن حد جومي وان دي هفر ومن لم يعتقد أن في بان وجوب الكفر بالطاغوت أم في بانيكو بعد قول فين تطاغوت فلا شك في كفره الأكبر الكفر الأكبر كلام في بفي بان طاغوت كو فنتي وكاي كو كافر نسك الله بفي بان طاغوت كو فنتي وكاي سك الله وانت دم هدم كافر كدي كافر مول ويقال الطبري ابن شهر الطبري رحمه الله ويا يريدون أن يتحاكموا يعني في خصومتهم في ارتكو ببودن درتكو من جهاب نياون يو إذا الطاغوت وعليكم السلام ورحمة الله تو نيتو كون نياو رويدكو ونا الشريعة الله إذا الطاغوت يعني إلى من يعظمونه فانتهم بمونين به ويصدرون عن قوله بهم يتتكون قدمون ويرضون بحكمه بلا نياور من دون حكم الله كألا نياور الله وقد أمروا أن يكفروا به يقول لي وقد أمرهم أن يكذبوا بما جاءهم به الطاغوت يتكو بيامرانو في أن الطاغوت يكو أرجي الطاغوت فف الذين أون يتحكمون إليهم بمن جهة بن يهوني بالعكس فتركوا أمر الله من قتل يامر الله واتبعوا أمر الشيطان من قتل من دي بحلم يامر الشيطان يدوموني دليل تتبع جابوا وجمكم تو ربما وإن قرتين بإذن الله تعالى نعم.